الفيديو ده مجرد فيديو عادي جدا، ما فيهوش اي حاجة مميزة، مجرد عملية صيد لأسد شجاع لجاموس من ضمن القطيع اللي شايفينه قدامكم، مش كده؟ الكلام ده مش صح خالص، الكلام ده ما يقولوش غير حد بيشوف بعينيه بس، وانا عارفك بتشوف بعقلك قبل عينك، وعلشان كده هرجعلك المقطع من اوله علشان نشوف مع بعض وبعقولنا كمية الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى في خلق المخلوقين دول. الفيديو ده من بدايته بيلخص لك الفرق ما بين الاسد وما بين الحيوانات الشجاعة اللي على غرار الاسد وما بين الفرايس. ايه الحاجة او العامل الاساسي اللي يحولك من فريسة لوحش الناس كلها بتخاف منه؟ زي ما انت شايف، مجرد اسد بيتسلل او بيتسحب بالبلد يعني في وسط قطيع من الجاموس. كلمة قطيع معناها اكتر من 60 أو 70 فرد من الجاموس بالبلد يا جماعة، 60 70 جاموسة الله يعزكم في مواجهة اسد وحيد. ايه الحاجة اللي ممكن تدي افضلية للاسد على العدد الكبير ده؟ لا مش قوته ولا شجاعته، لا كبرياء ولا فخر ولا عزة ولا الكلام الكبير ده كله، الوحدة يا جماعة، الوحدة. اتفرج معايا بالتصوير البطيء على الفيديو وهتفهم انا عايز اوصل لك ايه. الاسد ده داخل بمفرده في وسط القطيع بالكامل، هو اول ما شافهم اتجرأ ودخل يهاجمهم. كلنا بنحب الاسد ما اختلفناش، وكلنا بنأكد على شجاعته، انما محدش فينا يقدر ينكر ان جزء كبير من شجاعته دي مزروعة جواه من يقينه ان الجاموس هيهربوا، القطيع الكبير هيتفرد او هيهرب في صورة افراد لوحدها، وده اللي هيدي فرصة للاسد انه يستفرد باحد افراد الجاموس. وقد كان الجاموس اللي كان متجمع ومشكل قوة كبيرة اتشتتوا وهربوا بمجرد ما شعروا بالخطر او حسوا بالخطر، ومحدش سأل في التاني بالبلدي كده، واستحملوني في التعبير، كل جاموسة شالت روحها على ايديها وقالت يلا نفسي وبدأت بالهرب. والنتيجة كانت ايه؟ ان الاسد مش محتاج الستين جاموسة، الاسد محتاج جاموسة واحدة واخدها، وبمجرد ما تمكن من فريسته مفيش ولا فرد من افراد القطيع بتوع الجاموس فكروا انه يرجع ويدافع عن اخوه. والله دي قصة مؤسفة جدا لو ركزت في تفاصيلها، في حين ان الاسد في اقل من ثواني اخواته جم وقفوا جنبه. كان ممكن اكلمك في المقطع ده على عقل الاسد وتفكيره، وانه مستوعب ان الجاموس بعدده الكبير ده هيهرب وهيتشتت وهيوصل للحالة اللي شفناها، انما لفت نظري اكتر حالة الوحدة اللي موجودة في الاسود وحالة الفرقة اللي عند الجمايس الله يعزكم. انا تعمدت اقول لفظ جمايس علشان التعبير يوجعنا، الفيديو ده يخصنا احنا كعرب ومسلمين، يخصنا قوي. احنا هنفضل لحد امتى قطيع الجاموس؟ هنفضل لحد امتى اول ما اخ ليا بيتضرب قلم بطلع اجري من بعيد واتفرج عليه؟ انا الاوان نقف 60 جاموسة في قطيع كامل نخوف 100 اسد وما يقدروش علينا. انا اسف لو طبقت المثال ده على حالتنا، بس دي حاجة انا حسيتها وحبيت اشاركها معاكم. اما بالنسبة لتفاصيل المقطع زي ما شفته، فاللي بيميز الاسد ده شجاعته الكبيرة وعقله اللي مستوعب حالة الجاموس ونجاحه في عملية الصيد الشجاعة دي. وفي الاخير وقبل ما اقولك اتمنى الفيديو يكون عجبك، حابب بعد ما اوجه الشكر لاسود ارض العجايب اوجه رسالة للزميل العزيز والاخ الفاضل محمد بن مجدي. محمد بن مجدي صاحب قناة محمد بن مجدي على اليوتيوب، الاخ الغالي اللي بعت لنا رسالة في اخر فيديو ليه واعتبر قناتنا من قنواته المفضلة. انا بشكرك جدا يا محمد على التحية الكبيرة دي، وباكد لك ان انا قابل التحدي اللي انت عرضته على قناتك، وتوضيحا للسادة المشاهدين سواء هنا او على القناة عندك، التحدي اللي انت اعلنته بخصوص افضل 10 اسود بالنسبة لنا على مر التاريخ، ان شاء الله خلال شهر رمضان الكريم نعرض الفيديو وانتظر الرد من عندك. واتشجع كمان ان حضر معاك مفاجأة لمشاهدينا احنا الاتنين بفيديو مشترك يكون حاجة مميزة ان شاء الله وتعجب الناس. واخر حاجة حابب اكد على الكلام اللي انت قلته في الفيديو بتاعك، ووجه الكلام ده لحضراتكم جميعا، سواء انا او محمد مفيش حد فينا بيحاول يقلد التاني، احنا الاتنين بنسعى ونجتهد ونبذل قصارى جهدنا علشان نقدم لحضراتكم محتوى قيم ينال اعجابكم ويضيف لمعلوماتكم الجديد. احنا الاتنين واحد، وده مش مجال خالص للتنافس او التقليد. بأكد على الرسالة دي مرة تانية، والشكر المرة التانية ليك يا محمد على أخلاقك العالية وعلى أسلوبك الرائع في الوصف والكلام، وإن شاء الله نتقابل في فيديو التحدي اللي اتفقنا عليه. أتمنى من أسود أرض العجايب يوصلوا الرسالة دي لمحمد. وفي الأخير تحياتي وشكري لكل أسود أرض العجايب، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. هكون سعيد جدا لو انضميتوا دلوقتي لأسرة أرض العجايب واشتركتوا في القناة، وهكون أسعد لو عملتوا إعجاب بالفيديو. وبعدكم إن شاء الله بمناسبة الشهر الكريم ومفاجآت مدوية على قناتكم أرض العجايب.